في علاج. حضرتك دكتور مكنج مني. جاك العلاج الكبير، خد ها. حسبي الله، جاك البعاد ذاته، عن البعاد عن المشيه محسوبه مع الناس. الله يلاقين كلام. كيف ان شاء الله بخير؟ اسمع هنا يا انت، البيت ده كده واقع في الشارع. والله يا شو ما اعرف اقول لك شو العقين، يعني بس حابب توضح لنا، يعني هل نتعامل مع الاخ ده باعتباره هو رجل البيت وانت كيس جوابه، ولا كيف الرصه؟ كيس جوابه كيف يا جبريل؟ ما عارفين يعني. طبعا انا رجل البيت. اسكت يا عبد الله. كويس. أيوة. بس كده معناه عرفنا كيس جوابه منو ما كيس جوابه. طيب يا اخت. لا يا اخ في الحاله دي. بيجي طيب. اخ. ايوه طيب يا اخ. الاخت يا هني. أيوة. نعم. نحن يعني جينا هنا ده اخونا وصاحبنا جبريل. نعم. دارين نحاول بقدر الامكان نقربوا لبعض ونطفي النيران دي، يعني احنا ما لنا شعلله، احنا جايين واسطة خير. وانا ذاتي ما دايري، انا ذاتي ما دايره، كريهه زياده عن اللزوم. طلقني بس، ما دايره معاك اي كلام. انا طلقناها سوري علينا يمين بالثلاثه جدا. وانا فاضيه ليك؟ فاضيه ليك الطلاق بتاع بنات الرجال؟ فاضيه ليك انا؟ داير مني شيء؟ ما كب لي الطلاق هالسيدي وننتهي. لا يا اخي ابرد يا اخي، خليني ارتاح يا اخي. نحن ما اريح ضميري، امرق الالام جواي يا اخي. الام شنو نحن ما جايين؟ خليني اطرش عليها والله جد. طلاق 10، طلاق 20، طلاق 100، حاجه جاي. طلقني الطلاق بتاع بنات الرجال الان. الان خابر عزه، انت نسيت العشره دي كلها يا اخي؟ عشره، عشره السنين دي كلها نسيتيها؟ ده حيرقان، انا كنت عايش في حاله بتاعت حيرقان، الحمد لله اتخلصت من هذه الحيرقان. جبريل انت قاعد في بيتي يا اخي؟ بيتك اسكت ساي يا اخي، انت تضعه جهاز جوافه كبير ومضود انت، اسكت زيك وزي اختك دي. طلاق ده بس. لا يا اخوانا حسبي الله ونعم الوكيل. الشغل قلت لك سيو يا جبريل يا اخي، بتبار والله ناس عندهم تفاح زايدة تدون الدوم ده ليش؟ سيو يا اخي ما عيب عليكم الكلام ده. الله حرام عليك. ما؟ ما كان عرسناه والشغل ده هسه يعرس ركبينك شحط ربي عليك. تعرس منو؟ يعني تعرس فينا يا جبريل؟ ها؟ تخلينا نتعرس بعدين تعالي هنا انت. انت كمان كما خفافه ولفافه منك، امور بتاعت شلابه ساي هسه الناس قاعدين للطلاق ده وقته؟ ده وقت تجيبي لك عصير وتجي؟ ها؟ دي كما امور شلابات منك؟ وهسه دي كما سماحه منك؟ اجابك لنا زي الوقت ده شنو؟ قوم على حيلك قدامي ولا دقيقه ما تقعد هنا، قوم على حيلك. الاسره دي اسره مجنونه عامة يعني، ما كلمتك انا. وانتي؟ اقول لك عصير ده، قوم يا جبركة. انت الراي اللي منه؟ يا طفيو التفاح ولا الدوم؟ التفاح. سمحة شديد يا اخي. عجيب.